كنت خدام اخويا مع واحد من المخبازه، خدمت معاه مده 8 شهور من شاف راسو ما مسلكوش الخدمه القديمه مسلكاش، كنت كنخلص 100 درهم. 100 درهم علاش نكمل من جيبي باش نخلص هاد الوليدات فين استقر. ومنين شاف راسو ما مسلكوش ديك الخدمه صافي سدوا، يعني قلت لي راه عندي وليدات بغيتي تشردهم، راه نتوما تشوفوا الحاله كيفاش دايره، لا بغيتي تشرد الوليدات هي غنحبس انا. قال لي ما عندي ما ندير لك، ملي عندي اللي بشهد مش جدي وار صعب اخويا، بقيت دابا مشرد في الصام مدة شي الحوايج بعشهم على وديت الوليدات، شريت لهم الحليب وليكوت، وانتو مش تشوفوا الحالة ضعيفة، وتجمعت عليا 3 شهور عند الكل. لا صاحبي شنو خرجتي من الخدمة؟ واه خرجتي من الدار؟ واه دابا مدة شهر باش خارج من الدار. كيف كتعيشوا دابا نتوما؟ عارف الزنقة حتى كل مرة فين يمكن بلاصه حتى النعاس ما تيجيناش، راه عندنا الطربيه والله العظيم. انت خدام كانت عندك حياه بدات حياه، شنو اللي كتقول دابا؟ انا شن طالب من هاد البنيته، ما بغيتش كما تعذبت انا تعذب هاد البنيته والوليد، باغي نكون احسن مني، باغي نقريهم حتى نوصلوا. علاش وصلوا كما وصلوا وليدات الناس؟ حتى انا ما كرهتش نشوفهم احسن مني. تنقلب على خدمه فين استقر انا والوليدات هادو نعيشهم، هادشي اللي تنطالب من الله. عباد الله الله يرحم ليكم الوالدين ولد العواش راه الله يجازيكم بخير. جاتنا صعيبه بزاف حيت ما كناش عايشين هكا، ملي كان خدام راجلي المهم كان ما عندناش وما خصناش، المهم كنخلصوا الكره ديالنا واخا كنكملوا من البلاصه اخرى حيت كانت فلوس الخدمه ديالو ما قدناش على حساب الكره. صافي منين حبس راجلي من الخدمه صافي ما بغاش واش يتساعد معنا، عيا وما يطلبوا الناس نطلبوا حنايا، قالنا لا تخول يا دار. صافي من تما وحنا عايشين غير في الزنق، النعاس ما كيدينش على قبل بنتي، ما كنخاف يجي شي واحد يهز عليا ولا شي حاجه، كنبقى حاله عيني نهار كامل، ما كنلقاوش حتى ما ناكلو باش نقدر نرضع بنتي بشي جهه الحليب، بعد مرات كنرضعها بعد مرات كنكملها غير باللويز. انا كنطلب من الناس الله يجازيكم بخير ويسهل عليكم في هذا النهار الجمعه، غير وقفوا معانا غير على وجه هذه البنت هذه، عييت من الزنقه ما بقيتش قادره نكمل في الزنقه. الله يجازيكم بخير الله يسهل عليكم. فين ما كنعش كنبقى سهران على بنتي لي كامل لي كامل، كنبقى حاله عيني عليها، كنقول يدوز شي واحد غيخطفها ولا يدوز هكا شي شمكه يدير ليها شي حاجه، كنبقى حاله عيني لي كامل عليها. حنا ما كنسعاوش زعما يقولوا الناس راه درنا هذا الفيديو على حساب ان الفلوس طامعين في الفلوس ولا شي حاجه، لا حنا بغينا غير اللي يشوف فينا لوجه الله، غير فين نستقر انا وليداتي وراجلي وشي خدمه لراجلي. حنا ما كنسعاو حتى شي حاجه، حيت الاغلبيه كيقول لك راه كاين اللي كيديرها بالعاني على حساب الفلوس على حساب هذه. انا على قبل بنتي ما بغيتش نبقى معيشه في الزنقه، حيت جربت الزنقه نهار الاول بولدي الاول، كنت كنعطي الحليب بارد في الزنقه بارد، ما كنلقاش اللي يسخروا ليا الحوايج، كنصبنهم في الزنقه غير الناس اللي كنعيدوا في الزنقه، اي حاجه في الزنقه انا عييت من الزنقه. الله يجازيكم بخير الله يسهل عليكم ما عاونونا، العيد ما عيدناش عشنا في الزنقة. كاين اللي كيجي كيعطينا هكا اللحام ولا كيشوي وكيقول لنا هكا ذوقوا صافي. الله يرحم ليكم الوالدين لما وقفوا معنا لوجه الله على وجه الملائكة هذه، الله يسهل عليكم راني عييت من الزنقة. الله يرحم ليكم الوالدين.